Bolton. And their opponent from the French Alps, weighing 490 pounds. Ladies and gentlemen, here is the eighth wonder of the world, Andre the Giant. نشاهد على الحلبة ثلاثة مصارعين يشكلون فريقين يتألف أولهما من بوتشر باشون وتشارلي فولتر، أما الفريق الثاني فيتألف من مصارع واحد هو أندري ذا جاينت. الحكم يود إبعاد بوتشر فاشون من الحلبة ليتمكن أندري ذا جاينت من مقابلة تشارلي فولتر. لقد هجم الاثنان معا وبضربة واحدة من أندري ذا جاينت ارتطم الرأسان وخرج فاشون وبقي تشارلي فولتر. تشارلي فولتر يخرج ويدخل زميله بوتشر فاشون. بوتشر فاشون من كندا يزن 128 كيلوغرام. ضربة رأس أسقطت فاشون ودفع بالظهر أسقطت تشارلي فولتون. تشارلي فولتون يهاجم أندري ذا جاينت وأندري ذا جاينت ينظر إليه متألملا ويلقي ضربة واحدة على صدره تطرحه أرضا. تشارلي فولتون من أوهايو يزن 111 كيلوغرام. أما أندري ذا جاينت فمن فرنسا ويزن 223 كيلوغرام. فاشو يهاجم أندري ذا جاينت بضربة على مؤخرة رأسه وتشارلي فولتون يكيل له مع زميله تشارلي فولتون سيلا من اللكمات وهو متكئ على الحبال. يحاول أندري ذا جاينت تطويق تشارلي فولتون وبوتشر فاشو معا على الحبال وضغطهما، يحاولان التخلص لا يستطيعان التخلص من قبضة أندري ذا جاينت. ضربة لفاشون وأخرى وواحدة لفولتون. فاشون إلى زاوية الحلبة الأخرى. ما هو مصير فولتون يا ترى؟ فولتون يتألم طبعا نعرف السبب. فاشون يحاول مهاجمة أندري. أندري يترك فولتون إلى حين ويهاجم فاشون. ويبعد فولتون عنه. وفولتون يعاود الكرة ويهاجم أندري ذا جاينت. الاثنان معا. محاولة ارتطام الرأسين. نعم ارتطم الرأسان وسقط أحدهما أرضا ولجأ الآخر إلى زاوية الحلبة. أندري ذا جاينت يضغط على بوتشر فاشون ويسقط فولتون أرضا. يرفع تشارلي فولتون ويرميه على فاشون ويجلس على اثنين واحد اثنين ثلاثة. تمكن أندري ذا جاينت من إسقاط فاشون أولا وفولتون ثانيا وتثبيت الاثنين معا والفوز عليهما بمفرده. Here is the time, 3 minutes and 13 seconds. Here is the winner, Andre the Giant. الفائز